مع بداية يوم الانتخاب لم يفوت رواد مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك الأمر لتبدأ التعليقات حول العملية الانتخابية في ساعاتها الأولى بالظهور على كل جدران موقع التواصل الاجتماعي. البداية ببعض الشباب الذي تجند لأداء واجبه الانتخابي، أين يدعو أحدهم الكل لتوجه للانتخاب، وآخر ينصح الشباب بأن يكونوا مثل برهان الذي أدى ما عليه في يوم الانتخاب ليخرج كمال من بلدية مفتاح عن صمته ويحمل صورة بطاقته الانتخابية بعد الانتخاب، بينما فضل آخرون تحمل صورة أخرى تدل على انتخابهم. وبالموازاة مع حملات المقاطعة، خرج شباب في إحدى صفحات الفيسبوك بفيديو سمي بالرد الصريح على دعاة المقاطعة، وما تم تداوله كذلك على صفحات الفيسبوك أداء بعض المسؤولين ورؤساء الأحزاب لواجبهم الانتخابي. الإعلاميون بدورهم تفاعلوا في مواقع التواصل الاجتماعي، أين أقدم الكثير منهم على تحميل صورهم مباشرة من أماكن عملهم في مختلف المراكز الانتخابية. وتبقى مواقع التواصل الاجتماعي فضاء آخر يواكب فيه كل تطورات العملية الانتخابية،